حياكم الله من جديد مشاهدينا، ولا زلنا متواصلين معاكم. الآن ننتقل إلى جدة، وجدة جميلة وفي أحد من جدة أيضا جميل. ما في طبعا أجمل من غادة اللي موجودة معنا في جدة. يسعد صباحك يا غادة. أهلا وسهلا. يسعد صباحك سارة وهاني، وأنا جدا أكيد قاعدة بستمتع معاكم في كل شيء. قاعدين تضحكوا، في حاسة إني بضحك من قلبي، وحشتني روح الاستوديو عندكم في دبي. مش أنتِ لك، مش أنتِ. يا الله حرام عليك، ما اعرف كيف اقنعني يا غادة، ما اعرف كيف. تجيك يوم تلف ماشي يا هاي. كارما كارما مان، لازم هاي هلا نكست ويك. مشتاقين، كيف الامور؟ الله يسامحك، انا قاعدة احاول ابوس انه احنا على هوا. اي تبي تخربينها بس ما اعرف شلون. الله يسامحك بالله، وحشتوني قاعدة اضحك معاكم.